يا الله. السلام عليكم اخوان. يا جماعة الخير هذا صوتنا من ارض النجف. من ساعات ساحات الاعتصام مات النجف. من ارض على الكرار. احنا نريد نسولف سالفة وامشي عليكم الله. واهل البيت الصعدون الصوت. هذا الكلام موجه الشك شخص يهم العراق. الشك شخص عراقي حقيقي. حقيقي صدق يتهم ناسه واهله. احنا نريد نسأل سؤال. هذا الرجل هسه اللي مرشح على اساس رئيس الوزراء او نصبوه رئيس وزراء. منين انت؟ وين جيت؟ جيت يم الامام علي تقديم؟ جيت لما النبي محمد؟ لو انت واحد من هاي الاحزاب اللي صار لها سنوات اللي هي اثبتت فشلها قدام كل الدنيا. وين مين انت؟ مين جيت؟ زين احنا جاي نقول سيد علي السيستاني والخيم كلها طالعه المظاهرات جاي يقولون هم الشعب يختارون رئيس وزراء. مين انت؟ من اختارك انت؟ انت اختارك هادي العامري. ايش عندك يا عم؟ شو الطلب هاي؟ عمي ما نريده مرفوع. اهل النجف عمي، اهل النجف صوتهم ويا اهل الناصريه، صوتهم ويا اهل بغداد، صوتهم ويا اهل الكوت، صوتهم ويا اهل كربلاء، صوتهم ويا اهل الحله، صوتهم ويا اهل البصره. مولة النجف اليوم بدت. اليوم النجف صوتها ويا الكل. احنا ناس قدمنا شهداء عمي، احنا ناس حرنا شو نسوي؟ ارواحنا خالد قدمي وبعد الطروح خلي بالكم مرفوض. الله يشهد يا سيد. خاين ما بخير 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 الله يشهد يا سيد. اليوم هذا اليوم 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 1/2/2020 سمعوا.